كوبونات كوبونات كوبونات. النهاردة يوم الكوبونات. النهاردة هنعرف مع بعض ونتعلم مع بعض ازاي تجدد الدومين بتاعك على نيمشيب وتاخد كوبون خصم بقيمة 20% من قناة اتعلم دوت نت تو. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي واضغط اشتراك على الزرار الاحمر ده، وكمان فعل زر الجرس على الكل او قول علشان توصلك جميع اشعارات فيديوهاتنا مجرد رفعها على القناة. يلا نبدأ درس النهاردة بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يوسف احمد ودي قناتكم قناة اتعلم دوت نت. زي ما قلنا في مقدمة الفيديو، النهاردة هنعرف مع بعض كيفية تجديد الدومين على نيمشيب بكوبون خصم بقيمة 20% على قناة اتعلم دوت نت حصريا. كوبون خصم 20%. اول حاجة علشان تجدد الدومين بتاعك على نيمشيب لازم تعمل تسجيل دخول، تعمل لوجن او ساين ان على الموقع، موقع نيمشيب بالايميل والباسورد اللي انت سجلت بيهم قبل كده. فاعمل ساين ان. بمجرد تسجيل دخولك على موقع نيمشيب بنلاقي الداشبورد اللي قدامنا ديت، وفيها الدومينات او الاستضافات اللي انت حاجزها على نيمشيب بالحساب الشخصي بتاعك. وبالتاكيد لازم يجي لك رساله على البريد الالكتروني هنا على الموقع او على البريد الالكتروني الخاص بالتسجيل، ويقول لك ان الدومين بتاعك قرب ينتهي خلال شهر، والرساله بتوصل قبل خروج الدومين بتاعك اكسباير بمده شهر بالظبط. فحاول على قد ما تقدر انت تجدد في الفتره ديت، لانك لو ما جددتش خلال الفتره ديت وحبيت تجدد دومين بعد خروجه اكسباير انت بتدفع تكاليف اضافيه قد تتعدى سعر الدومين مرتين ثلاثه. فالنهارده هنعرف ازاي نجدد الدومين بتاعنا ونحصل على كوبون بقيمه 20% للتجديد. عشان نجدد بقى الدومين بنيجي هنا على الدومين اللي احنا عايزين نجدده، نضغط على رينيو عشان يدخلنا على صفحه الدفع الخاصه بالدومين بتاعي. قبل ما نجدد هنا وقبل ما نشتغل في تجديد الدومين، لاحظ ان سعر الدومين $14.98، تمام، زائد ال 18 سنت ضريبه، تمام. علشان بقى نجدد بنضيف هنا البرومو كود. البرومو كود طبعا هسيبه لك في رابط تدوينه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر تضغط على التدوينه وتشوف البرومو كود وتجيبه وبعد كده تطبقه هنا. فهعمله هنا برومو كود، هضيفه هنا وبعد كده اضغط على ابلاي. هنلاحظ ايه التغيير اللي هيحصل. نلاحظ هنا ان كوبون بقيمه 20% تم خصمه هنا، وبقى الدومين بقيمه $12 زي ما انت شايف، $12 قدامنا. بعد كده هفعل الكونفيرم اوردر، هفعل الاوردر بتاعي عشان نختار وسيله الدفع، فاضغط على كونفيرم اوردر. زي ما انت شايف دلوقتي دخلني على وسائل الدفع. طبعا عندك ثلاث وسائل، اما تستخدم كريدت كارد او بيبال او اكاونت فاندز. فطبعا انت لو معاك فيزا فتقدر تضيف هنا الفيزا وتدخل بياناتها، او لو عندك حساب بيبال ممكن تضيف بيبال هنا. زي ما انت شايف انا هدفع اصلا عن طريق بيبال، هفعل هنا البيبال، تمام. وبعد كده اضغط على كونتينيو، اتاكد هنا ان انت هتدفعه قيمه الدومين بس، فهضغط على كونتينيو بعد كده عشان يبدا يتاكد من بيبال. زي ما انت شايف هو دلوقتي دخلني على بيبال عشان اختار البطاقه اللي انا هسجل او هدفع عن طريقها. هختار البطاقه ديت واضغط على متابعه. هنا القيمه زي ما انت شايف $12، فهضغط بعد كده على متابعه علشان تتم عمليه الدفع. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ثانك يو، انت خلاص كده اشتريت الدومين بتاعك. عشان نتاكد بقى ان الدومين تم تجديده بنروح على النيم شيب تاني على الايقونه الرئيسيه، ونروح على الاكونت على الداشبورد ونتاكد هنا من الدومين. زي ما انت شايف الرساله اللي كانت هنا على التجديد اتلغت، ولو ضغطنا على السهم هنا لتحت بقى هنا الاكسبايرد بتاع الدومين بتاعي بقى 20/12/2020، يعني السنة الجاية، لأن أنا حجزت سنة واحدة أو جددت لمدة سنة واحدة بس. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا إزاي نجدد دومين على نيمشيب وإزاي نحصل على كوبون بقيمة 20% من تجديد الدومينات على موقع نيمشيب. ياريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا وتعمل لايك للفيديو وكمان مشاركة، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة دلوقتي وتفعل زر الجرس، لأن اشتراكك في القناة يعتبر أكبر دعم لينا. انتظرنا فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت. اشوفكم على خير والى اللقاء.